اهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. في اطار الاستعداد لفروض الدورة الاولى وبالضبط الفرد الاول للدورة الاولى بالنسبة للسلك الاعدادي، غنشوفوا نموذج من نماذج فروض مادة التربية الإسلامية. اذا غنحاول نخدموا فرض التربية الإسلامية بالنسبة للسلك الاعدادي. اذا نخدموا الفرد الاول الدورة الاولى مادة التربية الإسلامية بالنسبة للأولى إعدادي. إذا أخذنا الفرد الأول الدورة الأولى مادة التربية الإسلامية بالنسبة للأولى إعدادي، هنحاولوا نشوفوا طريقة الإجابة نصحوا مع الشرح وطريقة الإجابة صحيحة. إذا بالنسبة للنموذج على شكل PDF هتلقاه في صندوق الوصف. إذا هنا بالنسبة لمادة التربية الإسلامية، دائما كتبداو بنفس الوضعية أو وضعية تقويمية اللي خاصكم تقراوها مزيان، بعد كتجاوبوا على الأسئلة على حسب الدروس اللي عندكم في مادة التربية الإسلامية. وبالنسبة لمادة التربية الإسلامية كيكونوا فيها جوج فروض في الدورة بالنسبة للأولى إعدادي. إذا نطلقوا نبداو بالنص، يعني نبداو على بركة الله ونطلقوا بنص الوضعية. دخلت إلى المنزل فوجدت أختك تقرأ سورة قاف، فطلبت منك المساعدة في شرح بعض الكلمات المتعلقة بالسورة كقضايا التوحيد والبعث والإخلاص والوحي التي أنكرها كفار قريش. أما أمك فوجدت تبحث عن حدها في كتاب الأبراج. وبعد لحظة دخل أبوك وقد أدى صلاة المغرب في المسجد فجلس بجواركما بعد أن ألقى التحية، فطلب منك استظهار الجزء الأول من سورة القاف بإتقان. إذا هنا نبداو نجاوبو على الأسئلة انطلاقا من وضعية الانطلاق انطلاقا من الدروس اللي قريتو، ونبداو اقرأ نص الوضعية جيدا وأجب عما يلي. عندنا الإتقان والتوحيد والإخلاص، إذا أصل بخط بين الكلمة والتعريف المناسب لشرح الكلمات المسطرة تحتها في نص الوضعية. إذا ما معنى الإتقان؟ إذا الإتقان هو أداء العمل على أحسن وأكمل صورة دون تأخير في الإنجاز مع الجودة. الجودة وكنركزو مزيان على الجودة. إذا هذا هو تعريف الإتقان. التوحيد، إذا التوحيد هو ماذا؟ إذا بعد ما نبداو بالإخلاص دائما نبداو بالحوايج اللي كتعرفوا. إذا هنا بالنسبة التوجه بالعمل إلى الله تعالى وحده راجيا الأجر والثواب، وكاين عندنا الإعتقاد الجازم بوحدانية الله تعالى وغناه المطلق عن الشريك. إذا هذا الإعتقاد اليقيني الجازم بوحدانية الله والتوحيد. إذا هذا هو التوحيد، لأن في التوحيد بوحدانية الله. قلنا الإخلاص هو التوجه بالعمل إلى الله تعالى وحده راجيا الأجر والثواب. نعم سلينا السؤال الأول، ننتقل للسؤال الثاني. سؤال ثاني، من خلال دراستك لسورة قاف ذكر أختك بدليلين عقليين على إمكانية البعث. إذا شو شفتوا في الدرس؟ إذا أول حاجة دعوته سبحانه للنظر في عظمته، وإذا هنا العظمة يعني عظمة الكون يعني البحار والسماوات إلى آخره، عظمة الكون وبيانه لماذا؟ لمظاهر عظمته وعجب قدرته على العقل أو على الخ. إذا نكتب بالنسبة دعوته لماذا؟ دعوته للنظر في عظمته، وبيانه. إذا النقطة الأولى النظر إلى عظمته وبيانه. إذا دعوته للنظر في عظمته وبيانه لماذا؟ وبيانه لمظاهر عظمته وعجائب قدرته على الخلق. إذا جاوبنا على السؤال. إذا باش يبان لكم، إذا هذا جواب السؤال. إذا ننتقلوا مباشرة سؤال ثالث، استنبط الحكم المستفاد من قوله تعالى قاف والقرآن المجيد. إذا قاف، إذا لبيان أو بالنسبة للحكم المستفاد من قوله تعالى قاف والقرآن المجيد هو تعظيم القرآن الكريم وبيان الإعجاز اللغوي في القرآن.
إذا سلينا السؤال الثالث، ننتقل إذا هذا السؤال الثالث، ننتقل إلى السؤال الرابع اللي فيه جدول. إذا بالنسبة للجدول، بين لأبيك الذي صلى المغرب ما يلي. مفهوم الصلاة، إذا الصلاة هي عبادة أقوال وأفعال مخصوصة وفق ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي فرض واجب. إذا نكتب التعريف الصلاة. إذا الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال. إذا هي عبادة ذات أقوال وأفعال، ذات أقوال وأفعال، ذات أقوال وأفعال مخصوصة. إذا ذات أقوال وأفعال مخصوصة. إذا الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة. كذلك وفق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلوات. إذا وفق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي فرض واجب. ننتقل إلى مقصدين من مقاصد الصلاة. إذا عبادة الله تعالى وذكره والامتثال لأوامره والانقياد له. إذا هنا الصلاة صلة بين العبد وربه، صلة بين العبد وربه. كذلك قلنا الصلاة بالنسبة تمكننا من الإحساس بالسكينة والطمأنينة. الإحساس بالسكينة والطمأنينة هذه مقاصد الصلاة. إذا الإحساس بالسكينة والطمأنينة. ممكن نزيدوا كذلك عبادة الله تعالى وذكره والامتثال لأوامره والانقياد له. إذا ممكن نكتبوا إذا الإحساس بالسكينة والطمأنينة، ونزيدوا كذلك وانشراح الصدر. نعم، ننتقل إلى كيفية إتقانها. الامتثال، إذا هنا الامتثال للفرائض أو الالتزام بالفرائض. إذا الالتزام بالفرائض واتباع أقوال وأفعال وفق في الصلاة، واتباع أقوال وأفعال. إذا الالتزام بالفرائض واتباع أقوال وأفعال وفق ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نمشي بالنسبة للسؤال الخامس، استدل لأبيك بدليل شرعي على محبة الله تعالى للعمل المتقن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذا كتبوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هنا نعملوا شنو قال؟ إذا ونعملوا مزوجتين. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذا هنا نسدو المزوجتين. دائما كيكون حديث شرعي، إذا كنفتحو المزوجتين وكنساليو كنشدوها. نعم، إذا غنمشيو للسؤال 6، استخرج من الوضعية مظهرا من مظاهر فساد عقيدة الأم. إذا الأم تؤمن بالأبراج، إذا الاعتقاد بالأبراج للإطلاع على المستقبل، هذه عقيدة مظهر من العقيدة الفاسدة. إذا الاعتقاد بالأبراج للإطلاع على المستقبل. نعم، إذا هذا عقيدة فاسدة.
إذا هذا بالنسبة لسؤال 6. ننتقل إلى السؤال 7، اذكر سببين من أسباب فساد عقيدة الأم. جهل الناس، إذا جهل الأم. كذلك ممكن نكتبوا التقليد الأعمى وتعطيل العقل. التقليد الأعمى وتعطيل العقل. ننتقل سؤال 8، حدد لأمك طريقتين لعلاج فساد عقيدتها. إذا بالنسبة كاين بزاف طرق لعلاج فساد العقيدة، مثلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه. إذا هنايا يعني أرجعنا يعني لمعالجة العقيدة الفاسدة، الرجوع إلى كتاب الله وسنته وسنة نبيه، ونبذ ما سواهما، حضور مجالس أهل العلم، كذلك مصاحبة الأخيار والصالحين. إذا ممكن يعني أنا كتطلبين منها جوج، كتبغى جوج طرق راه كافية. إذا ننتقلوا للسؤال الموالي اللي هو إملأ الفراغ بالكلمات المناسبة من الكلمات التالية. سورة العلاق، سل 40، ثلاث سنوات، ورقة بن نوفل، أبو بكر الصديق، سورة المدثر. لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم سن 40، إذا جاءه ملك الوحي جبريل عليه السلام وفي غار حراء، فكانت سورة العلق أول ما نزل من القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. إذا هنا سورة العلق أول ما نزل من القرآن. إذا ذهبت به زوجته خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها. إذا هنا ورقة بن نوفل. إذا فأخبره أن ذلك هو الوحي الذي نزل على موسى عليه السلام من قبل. استمرت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة يعني السر هي لمدة كم؟ لمدة ثلاث سنوات. فكان أبو بكر الصديق هو أول من أسلم من الرجال. إذن أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال. نزلت عليه سورة المدثر. إذن نزلت عليه سورة المدثر. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة الجهرية. إذن سالينا السؤال، شو السؤال؟ العاشر، مطلوب منك خلف الورقة اكتب ما تحفظه من سورة قاف من قوله تعالى. إذن إلى قوله تعالى وما لها من فروج. إذن هادو آيات قرآنية خصكم تكتبوهم، إذن دون أخطاء إملائية وكذلك مع الشكل. إذن اكتبوا هذه الآيات القرآنية. إذن نكتب هذه الآيات الكريمة، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. صدق الله العظيم. بهذه الآيات الكريمة نكون سالينا هذا الفرض. نتمنى نكون فتكم. شكرا وإلى اللقاء.